بكم، كيف الحال؟ من ظهر في المرة السابقة؟ كان الأرنب السعيد. ترى من سيظهر لنا اليوم؟ سأحاول تقليده وأخمن من هو. مياو مياو. نعم، إنها قطة. إذن هيا ننطلق مباشرة في رحلة قصتنا. قال الأرنب للطفلين: أنا لست هنا وحدي، سأقدم لكما مياو. تعال هنا. نادى الأرنب القط مياو الذي خرج وهو يقول مياو أيضا. قال القط: أنا سعيد جدا بلقائكما، رأيتكما من بعيد وأنتما تلعبان بسعادة. نحن جميعا شكلنا مختلف، وصوتنا مختلف، وطريقة قفزنا مختلفة. وهنا أجابت الطفلة: نحن جميعا مختلفون، ولكن نستطيع أن نصبح أصدقاء. نعم يا أصدقائي، اليوم بعد الأرنب ظهرت القطة مياو. ما رأيكم أن نرسم القطة؟ أولا الوجه، نحاول رسمه دائريا، ثم الأذنان، نرسمهما هكذا بشكل مثلث، ونرسم داخل الأذنين أيضا، ثم نرسم ملامح الوجه هكذا بشكل دائري للأعلى، ثم ننزل للأسفل، ثم نرسم في الداخل بشكل دائري، ثم نحاول أن نلون العينين أولا، ثم نرسم الأنف بشكل مثلث، وتحتها خط مقوس بشكل جانبي هكذا، والفم نرسمه ضاحكا هكذا، ثم نضع بعض النقوش على وجه القطة. ثم نلون النقوش أولا بشكل خفيف هكذا، نلون النقوش، ثم نرسم الجسم بالمثل، الوجه أيضا دائري ولكن للجانب بشكل طويل، ثم بعد ذلك نرسم الأقدام بشكل دائري وطويل أيضا. في هذه الناحية نرسم دائرتين طويلتين بشكل دائري، ثم نرسم القدمين الأماميتين والخلفيتين مثلهما أيضا هكذا بشكل دائري خفيف لنعطي شكل القدم، ثم نرسم الذيل أيضا. القطة يكون ذيلها طويلا، نرسمه على شكل موجة مائية طويلة هكذا. ثم ما رأيكم في وضع بعض النقوش على الجسم أيضا؟ وهكذا بعض النقوش على الذيل أيضا مثل الموجات. يمكنكم وضع النقوش التي تحبونها، ثم سألونها بالبني مثل نقوش الجسم. نلونها هكذا، ثم نلون نقوش الذيل أيضا. إذا تريدون وضع نقوش أكثر يمكنكم هذا.
نعم، هكذا رسمنا نقوشا بنية. هل نلون داخل الأذنين أيضا باللون البني؟ ثم نحاول تلوين وجه القطة وذيلها. يبدو أن القطة تحب هذا أكثر لأننا لوننا وجهها. هيا نلون الجسم أيضا. هيا أنتم أيضا ارسموا النقوش التي تحبونها ولونوا باللون الذي تحبونه. أتطلع بشغف لشكل القطة الجميلة التي سترسمونها. ثم نلون القدمين هكذا. ثم نلون الذيل هكذا أيضا. نعم، لوننا كل الذيل. اكتملت القطة هكذا. لكن إذا كانت القطة وحدها ستشعر بالملل، صحيح؟ خفيفا نكمل الفم والأنف. وقطتنا تريد أن تعطي هدية لصديقنا بالونات. ما رأيكم في أن نرسم بالونات معلقة في ذيلها؟ هيا نرسم بالونات معلقة بشكل جميل في الذيل. نرسم بالون دائري وبالون على شكل قلب. ويمكن وضع بعض النقوش أيضا هكذا. هل نرسم بالونا آخر؟ ونلون البالون باللون السماوي. وأيضا نحاول أن نلون بألوان متنوعة. أيضا باللون الأحمر. والبرتقالي أيضا. رائع! سيكون الطفلان سعيدين جدا إذا أعطتهما البالونات الجميلة هدية. هيا يمكن تلوين البالونات بشكل رائع. هل نجرب البنفسجي هنا؟ ونجرب الأصفر الفاتح هنا. نعم، انتهى تلوين البالونات. ما رأيكم في رسم العشب تحت القطة؟ أولاً نرسم الأرضية. أولاً نرسم الموقع فوق الأرض. وهنا ستكون الأرض. بعد ذلك والعشب مثل المرة السابقة عندما رسمنا الأشجار. نرسمه باستخدام خطوط منحنية لنرسم هنا كل الأوراق. وهكذا أصبحت قطتنا تقفز عاليا فوق الأرض.
نعم، وهل نرسم سحاباً في السماء؟ نعم، لذلك نلون بالألوان المائية. نجهز الألوان المائية ونضع الماء أيضاً، ثم نغمس الفرشاة في الألوان ونبدأ في التلوين. هل نلون العشب أولاً؟ أولاً ندلك في طبق الألوان المائية ونتأكد من اللون. ثم نلون العشب هنا. ثم نضع بعض اللون أكثر. بجوار الأخضر نضع الأخضر المصفر ونلون هكذا. نعم، الآن انتهى العشب، ولذلك هنا لا نلون باللون الأخضر، ويجب أن نلون بلون آخر. صحيح، لا يمكن أن نلون هنا باللون الأخضر، لذلك نغسل الفرشاة بالماء جيداً، وننظفها بنقرها على الأرضية هكذا. نغسلها هكذا، ثم نلون الأرضية. هذه المرة أيضاً نخلط البرتقالي مع الأحمر الغامق. ونلون الأرضية بشكل واسع. وسأحاول هذه المرة عدم استخدام كثير من الألوان المائية. أتشعرون أنها خشنة قليلاً؟ هكذا، وحتى لو استخدمنا نفس اللون ونفس ألوان الماء، يختلف الإحساس تبعاً لاختلاف كمية الماء الذي استخدمناه. ثم نغسل الفرشاة في الماء ونلون السماء. نلون السماء بخلط اللونين الأصفر والبرتقالي. هكذا نخلط الأصفر الفاتح. سنلون السماء. المرة السابقة لونا السماء بالأصفر الفاتح. ما رأيكم هذه المرة بخلط اللون البرتقالي أكثر؟ نعم، هكذا لونا تقريبا كل السماء. نحاول إضافة بعض اللون البرتقالي. لا تختلط الألوان المائية مع ألوان الشمع أو أقلام التلوين حتى لو لونا فوقها. لذلك مهما لونا فوق هذا لا يتغير. هذا عجيب، صحيح؟
لا تلونوا فوق العشب، ولكن احذروا العشب. وهكذا اكتمل كل شيء. ما رأيكم في محاضرة اليوم؟ حقا بعد الأرنب ظهر صديق جديد. في كوريا أيضا القطط في الشوارع كثيرة، ولكن إذا نظرنا إليها سنجد أن ألوانها ونقوشها متنوعة جدا. وأنتم يا أصدقاء، عندما ترون القطة راقبوها جيدا ثم حاولوا رسمها كما رأيتم، أو ربما سيكون من الأجمل رسمها بالنقش والألوان التي تحبونها. أراكم المحاضرة القادمة. إلى اللقاء.